صادر باللغتين العربية والفرنسية. ولكن قبل أن أكون مدير للنشر، أنا ابن شرعي للصحافة المكتوبة الورقية، وتدرجت في جميع يعني المهام في هيئة تحرير الصحافة المكتوبة الورقية. كنت مراسلا، وليس مراسلا بالمفهوم الأمريكي، مراسلا يعني أغطي أخبار مدينة معينة. كنت مراسلا وأنا في مدرجات كلية جامعة الحسن الأول بالصفات، وكنت أغطي أخبار مدينة الصفات. أصبحت صحفيا متدربا بهذا التحرير، ثم صحفيا مهنيا، ثم صحفي أغطي الندوات الصحفية بما فيها الاقتصادية والسياسية، ثم صحفيا أقوم بإنجاز الروبورتاجات في عدد من المدن المغربية، ثم صحفيا أقوم بإنجاز تحقيقات، صحفي تحقيقات داخل وخارج المغرب. غطيت أحداث غزة سنة 2009، أجريت مجموعة من التحقيقات في الأردن وفي مصر وفي لبنان، وأريت مجموعة من الفضائح الحمد لله. ثم أصبحت رئيسة للتحرير فمديرة للنشر. قبل هذه الجلسة سمعت في الجلسة الماضية بأن مديرا للنشر أو رئيسة للتحرير في إحدى الدول في الخليج العربي أو في المشرق يجب أن يكون يعني سنه يتجاوز 50. أخبركم بأن سني لا يتجاوز 32 سنة، وبالتالي هنا مدخل لأتحدث عن خصوصية. قلتم سيدي الفاضل بأنه في المملكة العربية السعودية، مواطنيها يستعملون تويتر يعني هم الأول في العالم العربي. في المغرب ليس هو الحال. لماذا؟ لأن هامش الحرية في المغرب لا يمكن مقارنته بهامش الحرية الموجود في دول الخليج العربي وحتى في مجموعة الدول العربية. هامش الحرية في المغرب، نحن لا نعيش حرية مطلقة، ولكن هامش هو أوسع بكثير مقارنة مع باقي الدول العربية. هذه حقيقة وهذا واقع. حتى من الكويت؟ حتى من الكويت. وعندما يعني أتحدث عن هذا الأمر، لأنني أسمع في بعض المداخلات أنه نتحدث عن الصحافة الإلكترونية في العالم العربي هي كذا، الصحافة الورقية في العالم العربي هي كذا. لا، الصحافة العربية، الصحافة الورقية، الصحافة المكتوبة الورقية في السعودية ليست هي الصحافة المكتوبة الورقية في المغرب. الصحافة المكتوبة الورقية في الأردن ليست هي الصحافة المكتوبة الورقية في المغرب. لماذا؟ لا يمكن أن تتحدث عن الصحافة في مجال أو في بلد تنعدم فيه حرية التعبير، أو في بلد فيه حرية التعبير ضيقة جدا، مجال حرية التعبير ضيق جدا. لا يمكن أن تتطور هذه الصحافة في مناخ تنعدم فيه حرية التعبير. متى آخر مرة قرأت صحف السعودية؟ وبالتالي أنا نقوم بالمداخلة بعد مناقشة مفتوحة للجلسة مفتوحة للزملاء، لأنه شكله تتحدث عن السعودية في الثمانينات، لأنه الآن وضع مختلف تماماً. أعرف بأن الصحافة السعودية لا يمكن الحديث عن الأمراء إلا بعبارة طال عمرك. في المغرب ما عندناش هذا الشيء. في المغرب ممكن أن أكتب أو أن أجري تحقيقاً أو روبورتاجاً أو ملفاً عن المؤسسة الملكية بدون ذكر صاحب جلالة الملك محمد السادس، يكفي فقط ذكر الملك محمد السادس فقط. أما الوزراء والحكومة وهذا، شخصيا لدي ملفان في المحكمة مع وزيرين، وأنا هنا أحاضر وأعطي رأيي بكل حرية. بالتالي المقارنة لا تستقيم مع وجود فارق. هذه مسألة ضرورية ومهمة. النقطة الأخرى، الصحافة الإلكترونية أو الصحافة المكتوبة الإلكترونية
لن تقتل ولن تقضي عن الصحافة المكتوبة الورقية. لماذا؟ لأن المنافسة بين الصحافة المكتوبة الورقية والصحافة المكتوبة الإلكترونية هي ضعيفة. أعتقد بأن المنافسة الحقيقية توجد بين الصحافة المكتوبة الإلكترونية وبين التلفزيون. لماذا؟ لأن اليوم إنتاج البرامج والروبورتاجات والتحقيقات بالفيديو هو أسهل بكثير في الإلكتروني في المواقع الإلكترونية الإخبارية من إنجازه في التلفزيون. أنا غادي نحكي لكم تجربة متواضعة. كان لي شرف تغطية الزيارة الملكية في عدد من البلدان الإفريقية قبل شهرين، وكنت مع زميل لي مصور صحفي الكاميرا، كنا نجري الروبورتاجات، نقوم بإجازة الروبورتاجات، وكنا نحطها يعني نقوم بوضعها على يوتيوب ونرسلها إلى الـ360.com. وكانت هذه الروبورتاجات يتم بثها قبل مواعيد النشرات الإخبارية في القنوات العمومية، وتعلمون أن في المغرب هناك قنوات عمومية وليست هناك قنوات خاصة. كنا يعني كان لنا سبق التغطية الصحفية للزيارة الملك إلى السنغال والغابون والكوت ديفوار قبل القنوات العمومية. وحتى زاوية المعالجة لهذه الزيارة كانت مختلفة عن تلك التي تقوم بها القنوات العمومية، وبالتالي كان الإقبال أكثر من طرف المتتبعين. لم أكن في منافسة مع الصحافة الورقية، لم أكن في منافسة مع الصحافة الورقية، كنت في منافسة مع التلفزيون ومع الميديا عموما. وبالتالي عندما تسمع أن هناك منافسة وأن هناك الصحافة التقليدية، هذا كلام فارغ في رأيي، هذا كلام ما عنده حتى معنى. أنا ابن شرعي للصحافة المكتوبة الورقية، ولولا هذه الصحافة لما كنت أنا اليوم صحفيا ومسؤولا عن موقع إلكتروني يعد اليوم هو مواقع محترمة، اليوم أعتقد مواقع محترمة في المغرب. ما غاديش نطيل أكثر، سأترك المجال للقاعة والزملاء نشوف التفاعل. شكرا لك. شكرا. لكل بلد خصوصيته، ما يمكن ليناش نعمو تجربة ديال الصحافة الإلكترونية والصحافة المكتوبة اللي كاينة في المشرق العربي على التجربة اللي كاينة في المغرب. ما يمكن ليناش نقارنو ما بين هامش الحرية اللي موجود في المغرب مع هامش الحرية اللي موجود في باقي دول العالم العربي وما فيها المشرق العربي. ما يمكن ليناش نقولوا بأنه مستوى الحرية اللي كاين في المغرب هو نفسه اللي كاين في السعودية، هو اللي كاين نفسه اللي كاين في البحرين، هو نفسه اللي كاين في الكويت.